ممكن نعمل وصفة كده لطيفة وسريعة برضو من الوصفات الجميلة جدا. هي ايه بقى؟ وصفة للبطاطس المهروسة. ممكن نطلع منها حاجة لطيفة كده وبسيطة وسهلة. تعالوا نتكلم عن البطاطس البانيه. يعني ما احط لها شوية منكهات بقى حلوة. محمد هات لي شوية زعتر كده حلوين. انا عندي شوية بقدونس، انا هستخدم شوية زعتر، شوية روزماري. اللي عايز يحط نعناع جاف مفيش مشكلة. هحط رشة كمون. بصوا بقى، عندي بطاطس مسلوقة ومهروسة، وعندي نص كوباية من البقسماط، عندي جبنة موتزاريلا ودي اختياري، وعايز ممكن مكانها جبنة شادر، ممكن جبنة رومي، أي حاجة موجودة عند حضراتكم. عندي بقدونس وعندي بيض وعندي ملح وفلفل، بس أنا هضيف معاهم بعد إذنكم ضيفولي بس زعتر وكمون. نبدأ نحليها كده مع شوية بابريكا حلوين. هاخد كده بولة كبيرة هنا، هحط فيها البطاطس كده، وهنا ممكن أكسر البيضة. بسم الله. تمام. هاخد كده هعمل هنا كده بداية. جوه الخليط ممكن اخد شوية جبنة موتزاريلا. عندي شوية من البقدونس، أسفة، شوية من البقسماط، هاخد رشة الملح، رشة الفلفل، وعندي كمان بابريكا وكمون. ممكن شوية من البقدونس. خليني الأول أقلب الخليط ده كده. مع بعض. ممكن تبقى خليط كامل كده وتتحمر وحدات كده لطيفة وظريفة. وممكن تبقى، خليني اخد شوية من هنا، دول كزبرة خضرة كمان، الكزبرة بتبقى حلوة معاها. اللي مش عايز يحط اخضر يحط مثلا جافة، ماشي، ممكن نص معلقة كده كده. من الوصفات المحببة برضو، ممكن نحشي جواها شوية موتزاريلا، وممكن تبقى الخليط بطاطس عادية مع البيض مع المكونات اللي دي، ونحطها في بيض وبقسماط تبقى باني. دي طريقة ودي طريقة، بس أنا هشوحها كده هتبقى أحلى، يعني تغيير زي بتاعت زمان بالظبط. شايفين ازاي؟ من الوصفات اللطيفة جدا. أهم حاجة الخليط يكون ساقع. ليه؟ علشان كل ما يبقى ساقع كل ما يبقى متماسك معايا قوي في التحمير. ده نبص بص على العدس. بصوا الريحة تجنن. حلو قوي. روعة ما شاء الله. برضو الكزبرة الخضراء عليها عامل جميل، تدي تيست وطعم حلو قوي. ده شكرا يا محمد. وشوية الزعتر اهم يدوا برضو طعم حلو كده. عايزين تحطوا الزعتر ده وتحشوا جواها جبنة بيضة ممكن على فكرة، بس طبعا هي الأحلى إنها تبقى أجبان بتسيح مع السخونية. أهي بس الزعتر بيدي طعم حلو. وممكن تحطوه مع البقسماط حضراتكم لو عايزين تعملوها بانيه، ماشي. ممكن تبقى بيضه يعني نكسر البيض ونضربه وبعدين نعمل في البيض والبقسماط. تعالوا بقى كده، في ليها طريقه برضو لطيفه، اما نعملها كور كده او تتفرد على البقسماط، دي تبقى اقراص كده. خليني اجيب طبق ممكن نحطها فيه. بسم الله. هنا كده،
او تتفرد على بالمردله وتتشكل باشكال زي كده، تطلع اشكال وردات لطيفه للاطفال. دي ممكن، بصوا ناخد كده شويه، ممكن اوريها لحضراتكم شكلها يبقى عامل ازاي. زي مثلا هاخد كده ايه رشه من الدقيق او البقسماط. خلينا ناخد البقسماط الاول هنا كده، ورشه بقسماط، شيل بس البطاطسايه دي كده، وادي المردنه، وهبدا اعمل كده مثلا بارتفاع سنتي، واخد بالشكل كده زي ما حضراتكم شايفين كده. ده برضو شكل، يعني تغيير. خليني اخد بس كده دي كده. اهو ده برضو شكل ممكن يبقى لطيف، ينفع جدا. بس انا بصراحه هكملها اقراص ونبقى عملنا يعني ده وده، واللي يريح حضراتكم تكملوا بيه كده. هاخد بقى كل الاصدقاء اللي طلبوا وصفات للعيد، ان شاء الله الاسبوع ده تستمتعوا بوصفات خاصه بحضراتكم ان شاء الله، مستكملين يعني، وهنكمل مع بعض كده. ممكن بقى نعمل فكره لطيفه، ممكن اعمل كده شوفوا زي كده، افرغها مثلا وتبقى كور. دي برضو فكره تانية، واحط كده قطعه الموتزاريلا جوه واحشي كده وتبقى كده شبه الكوبي باي شيء، او تتحشي اي حاجه انتوا عايزينها. بس هي التوليفه دي تصلح اكتر للاجبان، حلوه المفروم بقى تنفع، بس ايه يعني المفروم هتعملوه بقى على الصاج عادي جدا وتعملوا اللي انتوا عاوزينه. انا بقى ممكن احشي كام واحده كده شكل الكوبي باي، نغير الشكل شويه، اللي هي محشيه جواها زي ما حضراتكم شايفين كده شويه من الجبنه الموتزاريلا، وهقفل كده كانها كوره لكن هديها الشكل بتاع الكوبي باي. تعالوا كده نجرب اقراص البطاطس. بسم الله كده، ممكن نجرب وحدات كمان من دول الكوبيبات الصغيره دي، بصوا كده ما شاء الله. خلص بس دول وانا استخدم غيرهم وتبقى الدنيا جميله جدا. كمان هنعمل وصفه حلوه قوي من الوصفات اللي بتتعمل. فاكرين زمان كنا لما نحب ناكل حاجه حلوه كانوا يعملوا لنا ايه؟ يعملوا لنا الرقاق باللبن، او لما يبقى فيه عيش فينو موجود. تسلم ايديكم والله، ميرسي ميرسي ميرسي. العدس ده عبقري 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 بجد، ويعني انا حبيت الوصفه جدا، وانا من الناس اللي بتحب العدس بجد، يعني سواء اصفر او عدس بجبه بحبه قوي، وبحب اعمل وصفات بيه بصراحه، وبحب احشي بيه حاجات كتير. ودي البطاطس اهي بتتحمر، وهنبدا بقى نطلعها كده على شويه بقدونس. ممكن بديل المناديل على طول بقدونس، او عشان يمتص نسبه الدهون الحلوه اللي بتبقى موجوده في الوصفه ايا كان اللي بتحمروه. طيب كانوا زمان بيعملوا لنا ايه بقى؟ يعملوا لنا العيش الفينو باللبن. انا بقى بصراحه كان بابايا بيحمصه في الفرن، وبعدين يعمل اللبن بالسكر والفانيليا، ويحط الايه المكعبات العيش تتقطع وتبقى جميله كده. هنعمل النهارده بيه حاجه، لو تفتكروا وصفه الفرنش توست المش مصريه اللي دايما بيعملوها بالتوست، وقعدوا بقى يحطوا لها زبيب اسود وحركات قرعه كتير كده، احنا النهارده هنعملها بطريقتنا المصري. بس لو عندنا بواقي عيش فينو هنعملها بيه، ولو عندكم بواقي توست ممكن تعملوها بيه برضو، بس انا بقول لو مش متوفر التوست
عند حضراتكم. بصوا وصفة جميلة برضو للبطاطس دي، حلوة قوي. الحاجات السريعة دي بتبقى حاجات يعني محببة الحقيقة. الجبنة كمان بتدي طعم حلو قوي فيها، ومنكهات وأعشاب طبيعية بتبقى حلوة. أتمنى تنول إعجاب حضراتكم دايما. هنعملها مع بعض وندخلها الفرن، هتطلع حاجة كده حلوة لطيفة وجميلة. ممكن نعملها مع بعض، بس انا مش هعملها قبل ما اطلع البطاطس الا لما نطلع استراحه ونرجع، علشان حضراتكم تركزوا معايا في المقادير. تعرفوا انها حاجات بسيطه جدا، تقدروا تعملوها بالرقاق كانها بديل ام علي، وتقدروا لو عندكم بواقي عيش تستفيدوا بيها. وهنعمل وصفات حادق ان شاء الله، نخلص وصفات العيد باذن الله، وبعد العيد نعمل وصفات حادقه سريعه سهله ببواقي عيش وبواقي حاجات في المطبخ عندنا، ونعمل حادق وحلو زي ما انتوا عايزين، عشان الحاجات دي بتفرق معانا كتير قوي، مبقاش عارفين نعمل بيها ايه، لكن هنحاول نعمل منها افكار كويسه تنول برضو اعجاب حضراتكم. طيب انا بحمر هنا ده كويس، هاخد كده الكوبيبات جنب بعض، شايفين شكلها جميل ازاي. الميزه برضو ان هي يعني برضو مغذيه، يعني ممكن بقى كمان ما نقليهاش، اللي عايز ما يقليهاش، هنرش رشه زيت واحده وتدخل الفرن على ورق زبده، تطلع ممتازه، هتبقى خفيفه ورائعه، وبرضو الجبنه هتسيح وكل حاجه. تنفع في الاير فراير جدا، بس مش هتدي. بصوا بقى عيب الاير فراير، هي صحيه جدا، خليني اقول، لان هي عندي وانا بصراحه بحبها قوي، بس الحاجه الوحيده اللي الاولاد ما بيحبوش يتقبلوها هي البانيه، لانه احنا متعودين نعمله تحمير معين. الاير فراير ما بتطلعش ده، ليه؟ لانها عايزه تطلع، انتوا بتظبطوا طبعا على الدرجه بتاعتها وكل حاجه، تطلع ممتازه، لكن مش زي اللي بنحمره، فلازم نعرف ان في فرق. كمان الفرق ده في صحتنا مهم، لكن هتطلع حلوه جدا وكريسبي، وهتاكلوها وهتتبسطوا بيها. هي المهم ان احنا نبقى مقتنعين باللي احنا بنعمله، عشان هو ده الاهم في الموضوع. فالاير فراير طبعا عمليه جدا، صحيه جدا، نقدر نعمل فيها كل حاجه احنا عايزينها. بحط فيها البصل بيتقرمش، بحط فيها البتنجان، لما باجي اعمل المسقعه او بعمل اي صنف بالبتنجان ما بحمروش، لان البتنجان بيفقد كل الفوائد بتاعته في التحمير، فاروح حاطاه في الاير فراير على طول، تطلع درجه ال 200 بتبقى مظبوطه، برش رشه الزيت بالبخاخ تطلع ممتازه. ده مخرجنا بيسأل فأنا برد عليه، علشان برضو إيه الناس اللي حابة تتعامل بالموضوع ده. عملنا شكل تاني أهو للبطاطس، عشان لو حضراتكم مش عايزين الأشكال اللي هي تبقى نازلة اللي احنا عملنا أهو، جزء اتغلف بالبيض والبقسماط وجزء تاني لا. على الشاشة قدام حضراتكم، اللي يريحكم فيها استخدموه. طيب